السلام عليكم مشاهدينا الكرام ما زالت أزمة حصار قطر تلقي بظلالها على المنطقة خاصة بعد رفض الحكومة القطرية لمطالب دول الحصار القاعدة العسكرية التركية في قطر أيضا ما زالت تستقبل المزيد من العسكر المساعد الدبلوماسية لحل الأزمة لم تتوقف أيضا فيا ترى ما هي السيناريوهات المحتملة لنهاية الأزمة وكيف ستتأثر قضيتنا الوطنية في اليمن بما يجري هذه الأسئلة وغيرها هي مدار حديثنا لهذه الحلقه من الاجنده انها روايه روايه واقعيه يجري تاليفها امام الجميع ونحن مضطرون لاعاده روايتها كل مره حتى تكتمل فصولها اتحدث عما يجري في الشرق الاوسط طبعا لقد شاهدنا حتى الان الفصل الاول من هذه الروايه وهو الفصل الوحيد الذي كتبته الشعوب او شعوب المنطقه اعني ثورات الربيع العربي وشهدنا الفصل الثاني منها بالطبع وهو فصل الثورات المضاده للربيع العربي ومن المرجح اننا سنشهد الفصل الثالث ربما سنشهد الفصل الثالث والاخير وهو فصل الحرب الكبرى التي قد تندفع عليها المنطقه أو تدفع إليها دفعة بتخطيط غربي كامل وتنفيذ عربي صميم لعل حصار قطر هو بداية الفصل الثالث من هذه الرواية المأساوية يعني. ما يميز هذه الرواية هو أن فصولها متداخلة جدا يعني كل فصل كل فصل في هذه الرواية يبدأ قبل أن ينتهي الفصل السابق لا فصل ثورات الربيع العربي اكتمل ولا فصل الثورات المضاده اكتمل. وها نحن الان موعودون بفصل ثالث اشد وانكى قبل ان يكتمل الفصل الثاني حتى. وهذا يدلل على انها روايه فاشله وكتابها مجانين. الذي يحدث الان في الشرق الاوسط هو شكل من اشكال الجنون. يقوم ببطولته حكام مقامرون وشعوب منقسمه على نفسها ضعيفه ويقوم باخراج هذا العمل كله ادارات سياسيه واستخباريه استعماريه انتهازيه وما نحتاج ان نفهمه الان هو ان حصار قطر هو الحلقه الثانيه من مسلسل الحصار الحصار هو عباره عن مسلسل في منطقه الشرق الاوسط بدا بغزه وثنى بقطر لكنه سيكتمل حسب اعتقادي مع تركيا. الحلقة الثالثة هي تركيا. تركيا هي المحطة الثالثة في رواية الشرق الاوسط الاسرائيلي. حصار تركيا قد بدأ من فترة يعني بطرق مختلفة ومحاولات عديدة حصارها بمعنى حجزها في الزاوية الضيقة وفصلها عن محيطها الاسلامي الكبير. وجعلها محتاجه الى يعني بعدها الجغرافي الاوروبي يعني محاصره تركيا في زاويه ضيقه بحيث تظل محتاجه ومرهونه بالقرار الاوروبي. طبعا هذا المسلسل سيشهد المزيد من من الحلقات سيشهد المزيد من التبعات. هذا طبعا الى جانب المؤامره التي تحاك ضد النظام السوداني. النظام السوداني ايضا يتعرض يعني لمؤامره هادئه و يعني بعيده عن الانظار لكنها موجوده. بعد رفض قطر لمطالب دول الحصار يتساءل البعض الى اين سيتجه الصراع؟ وما تبعاته على قضيتنا اليمنيه؟ نحاول ان نفصل هذا بكثير بقليل من التفصيل. من المؤكد ان دول الحصار على قطر وهي نفسها دول التحالف العربي للحرب في اليمن من المؤكد انها لن تتراجع عن معاقبه قطر ومحاوله اخضاعها بالقوه. لماذا؟ لان هذه الدول قد اخذت الضوء الاخضر من امريكا او بالاصح اخذت توجيه صريح من قبل الرئيس ترامب صرح هو نفسه ترامب صرح بانه طلب بمعاقبه قطر واخضاعها كما صرح قبل ايام. ولولا هذا الضوء الاخضر ما وقع الحصار. ونحن هنا امام احتمالات اما ان يستمر الحصار لشهور وسنوات واما ان تقدم دول الحصار على مزيد من التصعيد قد يكون من بين هذا التصعيد عمل عسكري ضد قطر واما ان تنجح الوساطات في التوصل الى اتفاق يعني مرضي للطرفين او على الاقل يعني الحد الادنى من المقبول. ما هو الاحتمال الأكثر رجحانا يا ترى؟ بالنسبة للاحتمال الأول اللي هو احتمال أن يكتفي المحاصرون بمحاصرة قطر لشهور أو لسنوات مع تصعيد جديد في الحصار هذا الاحتمال يبدو ضعيفا لأسباب من هذه الأسباب أولا أن المحاصرين يعلمون أن تطاول الحصار سيصب, سيصب في مصلحة دول معاديه او غير مرغوب فيها او غير محببه مثل تركيا وايران. معروف طبعا تركيا وايران يستفيدان اقتصاديا من هذا الحصار على حساب الاقتصاد السعودي والاماراتي وغيرهما من اقتصاديات الخليج. البضائع التركيه حلت محل البضائع الخليجيه في السوق القطريه وكذلك بعض المنتجات الايرانيه والموانئ الايرانيه ايضا تستفيد، هذه النتائج هي عكس ما يطلبه المحاصرون. أو على الأقل بعض المحاصرين مثل السعودية السعودية لا تريد خدمة إيران ولا تريد خدمة تركيا على حساب مصلحتها ربما الإمارات يعني خط الخط الأحمر الوحيد هو تركيا لا مانع لديها بأن تستفيد إيران بدليل أن إيران يعني لديها استثمار هائل داخل الإمارات ففي تباين هذه واحدة اثنان يخشى المحاصرون ان يؤدي تطاول الحصار الى تقارب وجهات النظر بين ايران وتركيا، وفي كلام في هذا الباب. وقد يؤدي هذا الى توحيد جهودهما لمواجهه المخططات الامريكيه التي تستهدفهما معا بعد الانتهاء من قطر، وفي الحقيقه في ثلاث دول في المنطقه مستهدفه بشكل اساسي اللي هي تركيا السعوديه ايران. هذا التقارب لو حدث قد ينبثق عنه تحالف لا يتوقف عند حدود البلدين اللي هما تركيا وإيران بل قد يتسع ليشمل دول أخرى متضررة من السياسة الأمريكية في المنطقة مثل روسيا مثلا روسيا طبعا متضررة لاعتبارات كثيرة لأنه ما يجري في المنطقة يهدد أمنها القومي يعني اقتراب أمريكا بهذا الشكل وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وربما فيما بعد تتوغل بعد إيران إلى باكستان هذه أمور يعني تهدد الأمن القومي الروسي وأيضا الأمن القومي الصيني والمصالح الصينية هذه دول ربما لا توافق أو لا ترغ... يعني لا لا يعجبها هذا ال... الذي يجري في الشرق الأوسط لأنه لو حصل انفجار في الشرق الأوسط الكل سيتضرر هذه الثانية ثالثا تطاول الحصار لن يحقق الغرض منه. يعني هو الغرض من الحصار اخضاع قطر واستسلامها. وهو هذا غرض سريع يعني كانوا يتوقعون ان هذا سيحدث بشكل سريع. وربما هذا كان الغرض منه ايضا التمهيد لاجتياح غزه والقضاء على مقاومتها بدون ضجيج. تحديدا ضجيج الجزيره، قناه الجزيره. وبدون اعتراض تركيا، شغال تركيا. إذن احتمال تطاول الحصار دون الاقدام على خطوه تصعيديه اخرى يبدو بعيدا ايضا. فماذا عن الاحتمالين الاخرين؟ نشوف hands off, they have laws about blasphemy and apostasy, not a lot of churches in Saudi Arabia, certainly no synagogues. How comfortable are you with that tacit alliance? I see the world as it is, not as I'd like it to be only or not as I We remember it nostalgically, and I work from that premise. I think Saudi Arabia recognizes today that it needs a path to reform as well. And they see, as do many in the Arab world, that they see Israel as an ally rather than as an enemy because of the two principal threats that threaten them. The first is Iran, and the second is Daesh. If you're closer to the Persian Gulf, Iran comes first if you move to uh, north africa to egypt, daesh comes first, but there's always a, a second. and so when they look around and they say, well, who can help us in this battle that threatens our, uh, our very future? Uh, obviously, israel and these sunni arab states are not on, the, on opposite sides, and that's natural. Uh, that, i think, tells you there, there's a bigger story. I قلنا هناك احتمال ثاني امام دول الحصار الخليجي هو ان تقدم هذه الدول على عمليه عسكريه ضد قطر، يعني هذا احتمال من الاحتمالات الوارده، ويبدو ان هذه الخطوه كانت مدرجه بالفعل في اجده المحاصرين لولا التدخل التركي الذي افسد عليهم الامر. ارسال قوات تركيه الى القاعده التركيه الموجوده في قطر جعل مساله التدخل العسكري مستبعده الى حد ما. وهناك من يعتقد ان المخططين قد قصدوا جر تركيا نفسها الى هذه المعركه. ونقصد بالمخططين هنا تحديدا امريكا واسرائيل لانهم هم الذين يرسمون هذه الخطط جميعا ويوجهون اما العرب فما عليهم الا ان ينفذوا فقط لان المعركه مع تركيا في الحقيقه هي معركه الغرب وما العرب الا قفازات قفازات قذره في هذه المعركه. احنا تكلمنا كثير عن الى اي مدى تركيا يعني هي المستهدف فيما يجري في منطقه الشرق الاوسط في حلقات سابقه. المهم ان هذا الخيار اصبح مستبعدا بال المرة، لأنه قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة ستكلف الخليج برمته الكثير الكثير إذا لم يتبقى سوى الاحتمال الثالث وهو أن يصل الطرفان إلى حل وسط بحيث تستجيب قطر لبعض مطالب المحاصرين تلك المطالب التي يعني قد لا تمس بسيادة الدولة القطرية هي مطالب كثيرة تعجيزية لكن بعضها قد لا يمس سيادة الدولة القطرية لكن حتى لو حصل هذا فإن أزمة الثقة والعلاقات بين دول الخليج لن تعود كما كانت. ستظل أزمة الثقة قائمة، ستظل أزمة الثقة قائمة بين هذه الدول، وستظل كل كل دول يعني الخليج أو كل دولة تبحث عن فرصة للإطاحة بخصمها. يعني الحصار ليس مجرد جرح سطحي بلغة الأطباء. بل هو إعاقه دائمه لن تتماثل للشفاء قريبا الا باستئصال احد الاعضاء وهذا عامل توتر جديد ستستفيد منه دول يعني خارج المنطقه اللي حصل في قطر وصل الى حد ايجاع الشعب القطري وليس الحكومه القطريه ايلام الشعب القطري نفسه اذيه الشعب القطري نفسه وهذا طبعا سيجعل الجرح عميق عميق الغور لن يندمل بسهولة إسرائيل اليوم تعيش أزهى فترات حياتها طبعا لأن كل ما يحدث في المنطقة سيصب في جيبها دون أن يكلف ذلك أي خسارة العرب أنفسهم هم الذين سينهون المقاومة الفلسطينية وهم الذين سيتكفلون بتطويق تركيا وفصلها عن امتدادها التاريخي في المنطقة يفكرون في إنشاء دولة كردية على حدودها كل ذلك بتمويل عربي خالص وبضحايا عرب أيضا ويمكننا أن نلمس يعني سعادة إسرائيل بما يجري في المنطقة في كلام نتنياهو نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني نتنياهو أكثر من مرة يقول أن العرب أخيرا عرفوا أن إسرائيل ليست عدوهم وأن العدو الحقيقي لهم هو الإسلام المتطرف وطبعا نتنياهو كل الاسلام عنده متطرف لكنه بس يعني من باب الدبلوماسيه يسميها الاسلام المتطرف يعني اللي بيزعجه في فلسطين وبيزعجه في المنطقه. آه تعالوا نستمع الى ترامب عفوا نستمع الى نتنياهو. hands off they have laws about blasphemy and apostasy not a lot of churches in Saudi Arabia certainly no synagogues. How comfortable are you with that tacit alliance? Uh, I see the world as it is, not as I'd like it to be only, or not as I, uh, we remember it nostalgically, and I work from that premise. I think Saudi Arabia uh, recognizes today that it needs uh, a path to reform as well, and they see, as do many in the Arab world, that they see Israel as an ally rather than as an enemy because of the two principal threats that threaten them. The first is uh, Iran, and the second is uh, uh, Daesh. Uh, if you're closer to the Persian Gulf, Iran comes first. If you move to uh, North Africa, to Egypt, Daesh comes first. But there's always a, a second. And so when they look around and they say, well, who can help us in this battle that threatens our, uh, our very future? Uh, obviously, Israel and these Sunni Arab states are not on the <تصفيق> <تصفيق> لاحظ أن نتنياهو في هذه المقابلة قال إن العرب يشعرون بتهديدين الأول تهديد إيران والثاني تهديد داعش لكنه في مقابلة أخرى يستبدل داعش بالإخوان المسلمين يعني يذكر إيران ومعها الإخوان المسلمين وهذا يكشف حقيقة الأمر حقيقة أن الأنظمة العربية لا تخشى داعش نفسها وإنما تخشى الإخوان المسلمين. لماذا؟ لانها يعني تعلم ان المخابرات يعني ان داعش اختراع مخابراتي وان داعش ما هي الا قناع يعني يضرب من خلفه كل التيار الاسلامي الذي يزعج هذه الانظمه المستبده في المنطقه. والحكام العرب متواطئون في هذه العمليه. موافقون على ان تكون داعش مجرد قناع لضرب التيار الاسلامي بالكامل.

because central arab governments right now in the middle east are, sure, they want to see a solution to the palestinian problem. they do, as we do. but their primary preoccupation is with two threats. one, the arming of iran with nuclear weapons. They're, many of them are just as concerned about it as we are. and second, they're concerned with the spread of the muslim brotherhood. Uh, we share those canvas. كما تخدم المصالح الامريكيه والاسرائيليه في المنطقه. ايران تعلم انها بتهديدها لدول الخليج وباثارتها للصراع الطائفي في الجزيره لن تستفيد شيئا لانها تعلم جيدا ان امريكا لن تترك لها يعني الخليج لقمه سائغه. ومع علم ايران بذلك ان الا انها تواصل ضغطها على دول الخليج لكي تلجا هذه الاخيره الى حمايه امريكا. أمريكا التي بدورها تشترط عليهم التطبيع مع إسرائيل يعني إيران تضغط من هنا الخليج يهرب إلى أمريكا لتحميه أمريكا تدفعهم إلى الاعتراف بإسرائيل هذه العملية تعرفها إيران جيدا وتعرف أنها تقوم بخدمة إسرائيل هذه الطريقة لخدمة إسرائيل في حين تقدم نفسها بانها داعمه للمقاومه الفلسطينيه لو كانت ايران جاده حقا بدعم القضيه الفلسطينيه ما لجأت الى تصدير المذهب واثاره الطائفيه في الوطن العربي واضعاف تيار المقاومه السني داخل المنطقه العربيه احنا بنوصف الان ما بنقيمش يعني مش مشكله احنا فقط نصف ونحلل يعني الحركه الاسلاميه ممثله بالاخوان المسلمين وغيرهم كانوا يمثلون جناح يعني المقاومة ومخزن المقاومة للمشروع الإسرائيلي في التيار السني لو كانت إيران صادقة في أن في دعمها لقضية فلسطين وأن قضية فلسطين هي قضيتها الأولى بالفعل ما دعمت الثورات المضادة للربيع العربي لأن الثورات المضادة للربيع العربي هي التي أضعفت الإخوان في مصر وسوريا واليمن وغيرها لو كانت أجندة إيران للمقاومة لو كانت فعلا أجندتها هي للمقاومة لتعاونت مع تركيا لماذا تركيا؟ لأنه نتنياهو نفسه يتهمها بدعم حماس يتهم دولتان دولتين يتهم إيران ويتهم تركيا إذا ما المانع بالتعاون مع التيار السني في مع التيار المقاوم والتيار الداعم للمقاومة الفلسطينية المانع أنه لديها طموحات Yeah. غير المقاومة طموحات أخرى غير شريفة إيران تلعب على حبل القضية الفلسطينية لتحقيق مآرب فارسية خالصة وهذا سر حرصة على نشر المذهب أكثر من حرصة على وحدة المقاومة ضد إسرائيل عزائنا سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مرحبا بكم من جديد. ربما اهم معلومه نريد ان نوصلها للمشاهد في هذه الحلقه هي ان هناك مخطط حقيقي لتغيير المنطقه تغييرا شاملا. تغيير شامل يعني ليس مجرد تغيير في الخرائط والحدود السياسيه بل تغيير يشمل الثقافه والتربيه والفكر والاخلاق والادراك ايضا. أمريكا تصرح بأنها قد اتفقت مع دول المنطقة على إحداث تغيير في المناهج الدراسية. هذا التغيير يقصد منه طبعاً التطبيع مع إسرائيل. والتطبيع مع حالة العولمة والأمركة بشكل عام يعني. على المستوى السياسي العمل جاري على تفتيت المنطقة إلى دويلات صغيرة متناحرة عاجزة عن حماية نفسها بنفسها. هذا على المستوى السياسي العراق مثلاً سوريا ليبيا، السودان، اليمن كلها مهدده بالتقسيم. وهذه طبعا هي الوجبه الاولى بالطبع ستتبعها بالتاكيد وجبات اخرى تفتت دول كبرى مثل السعوديه ومصر وحتى تركيا وغيرها. هناك محاولات حثيثه لتغيير الانظمه السياسيه التي لا تلائم مشروع الشرق الاوسط الجديد. يعني النظام التركي والنظام القطري والنظام السوداني هذه أنظمة لا تلائم مشروع الشرق الأوسط الجديد وقد جرت حتى الآن ثلاث محاولات انقلابية في هذه البلدان الثلاثة كلها بعد بالفشل حتى الآن يعني جرت المحاولة الانقلابية الأولى في تركيا والثانية كانت مقرر لها في قطر الثالثة في السودان وربما في السودان كان في محاولتين انقلابيتين إلا أن المحاولتين الأخيرتين يعني تم احباطهما قبل ان تبدا محاولة الانقلاب في قطر اجهضها على الارجح التدخل التركي ومحاولة الانقلاب في السودان. عفوا ممكن نعيد من جديد من النقطة محاولة هذه 17 ايوه ايوه جرت المحاولة الإنقلابية الأولى في تركيا والثانية في قطر والثالثة في السودان إلا أن المحاولتين الأخيرتين تم إحباطهما قبل أن تبدأ محاولة الانقلاب في قطر أجهضها على الأرجح التدخل التركي ومحاولة الانقلاب في السودان كما تقول بعض المصادر أجهضتها أيضا المخابرات التركية التي قدمت معلومات مهمة للرئيس السوداني تثبت تورط مدير مكتبه طه عثمان في التخطيط لعمليه انقلابيه ضد نظام البشير بالتعاون مع المخابرات الاماراتيه والسعوديه، هكذا الاشاعات تقول. وكان عمر البشير قد اقال مدير مكتبه لاسباب غامضه قبل ايام. ياتي هذا بعد محاوله فاشله للمخابرات المصريه في دعم متمردي دارفور ضد نظام البشير قبل اسابيع. تكلمنا عنها فيما مضى. حتى الان فشلت المحاولات الانقلابيه الثلاث لكن هذا لا يعني اننا قد وصلنا للنهايه المخططون يعني لديهم نفس طويل ولديهم رغبه في اتمام مشروعهم لديهم المال والامكانات الاستخباريه الضخمه ولديهم حقد كافي وتصميم على تغيير كل الانظمه التي تكتكف مستقبلا في وجه الاطماع الامريكيه والمشروع الصهيوني الذي يريد ان يكتمل ومن ثم نتوقع أن المنطقة لن تشهد استقرارا على المدى القريب والمتوسط طبعا هذا بالنسبة للمنطقة التحليل السياسي الطبيعي فما بالك إذا أضفنا إليه مثلا منطق النبوءات وهناك نبوءات تتحدث عن معارك قادمة يعني بعض هذه النبوءات في القرآن الكريم موجود ويبدو أن لديه قدرة تفسيرية عالية للمشهد وربما نتحدث عنه في حلقات قادمة هذا على المستوى السياسي أما على المستوى الثقافي والتربوي إحنا بنتكلم عن تغيير الشامل يعني على المستوى الثقافي والتربوي أمرت الإدارة الأمريكية أمرت بتغيير المناهج في الخليج ومصر بحيث يتم تهذيب الإسلام من أبعاده المزعجة يشذبوه يعني هم الآن يقومون على عمل يعني على ايجاد صيغه اسلاميه مناسبه، صيغه للاسلام مهذبه تناسب المصالح الامريكيه في المنطقه، تماما مثلما فعلت بريطانيا في الهند وباكستان زمان. يعني هذا هو شغل بريطانيا المحترف المعروف. زمان بريطانيا اخرجت يعني جماعه اسلاميه كانت موجوده في الهند اسمها الجماعه الاحمديه. كانت وظيفه هذه الجماعه تثبيط الجهاد الإسلامي ضد بريطانيا تثبيط المسلمين من مجاهدة الاحتلال البريطاني في في الهند فدعموا شيخ من مشايخ الدين وطلبوا منه أن يحرم الجهاد فحرم الجهاد وزاد عليها أنه طلب دعا المسلمين إلى طاعة الملكة إليزابيث باعتبارها ولية أمر المسلمين آنذاك هذه تجربة تذكرنا بما يجري الآن وطبعا الرجل مؤسس الجماعه اسس جماعه دينيه تسمى الجماعه الاحمديه مشهوره ومعروفه الان هذا موضوع موضوع تغيير المناهج لم يعد سرا لانه وزير خارجيه امريكا نفسه او نفسه قال بصريح العباره ان امريكا طلبت تغيير المناهج في السعوديه وطبعا بالتاكيد طلبت في الامارات ومصر وغيرها بس هذا السعوديه اللي كانت يعني مستعصية وكانت يعني ربما لديها ممانعة. أه وقال أيضاً أن المسؤولين في السعودية قد استجابوا لهذا الطلب، وقال أن الأمريكان هم الذين يضعون معايير التغيير، يعني مش تغيير فقط يعني مش بمزاجهم يغيروا، لا معايير التغيير أمريكا هي التي ستضعها. دعونا نستمع لوزير الخارجية الأمريكي في هذا التصريح ثم نعود للتعقيب عليه لبيان ما نقصد به من ما نقصد بهذا الكلام يعني. Uh, the extremism around the world. one of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken step, the saudis, is to, uh, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. these textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme wahhabism, viewpoints around the just. لان مناهجنا الدينيه للاسف يعني لا تخلو من القصور والمفاهيم الخاطئه التي تحتاج بالفعل الى مراجعه ونقد وتصحيح واعاده نظر ومراجعه شامله لكن المؤسف ان التغيير الذي يطلبه الامريكان الذي يرد لهذه المناهج لن يكون بدوافع علميه الان لن يكون بدوافع طبيعيه بل بدوافع سياسيه يعني تغيير الفكر الديني بدوافع سياسيه لن يؤدي الا الى دعم موقف التطرف. المتطرفون هم اسعد الناس بهذه الخطوه لان لانهم سيقولون للبسطاء من الناس تفضلوا شوفوا احنا حذرناكم من زمان قلنا ان امريكا واسرائيل يريدان تغيير الاسلام وتهذيبه بمعاييرهم هم فشوفوا كلامنا طلع صحيح والحكام هؤلاء يعني الذين نحاربهم ونقاتلهم و يعني يخونون اسلامكم يعني ويبيعون دينكم. وموقفنا في هذه الحاله موقف صحيح. هذا ما سيقوله المتطرفون عندما يسمع الناس انه امريكا بتفرض تغيير مناهج وفق معايير امريكيه. مناهج التربيه ومناهج التعليم. طبعا الخاسر الاكبر في هذه العملية هو المملكة العربية السعودية لماذا لأن المملكة العربية السعودية إذا اقتربت من إسرائيل أكثر آه يعني أمريكا نجحت في دفعها إلى خيارات آه تضر بسمعتها ضرر بالغ استخدمت الإدارة الأمريكية أسلوب الكماشة كما قلنا في الضغط على السعودية ويعني عن طريق إيران وعن طريق آه تهديدات اخرى دفعت السعوديه الى اللجوء اليها والقبول بهذه الصيغ المهينه. اللي ساهم في الضغط على السعوديه طبعا ليست ايران فقط وذيولها النظام المصري النظام الاماراتي ساهم في هذه في هذا الضغط وتهديدات قانون جاستا وغيره يعني هذه كلها وسائل للضغط على السعوديه لدفعها الى أسوأ الخيارات أسوأ الخيارات هنا بالنسبة للسعودية هو ماذا؟ أه هو اللجوء إلى إسرائيل والاعتراف بإسرائيل لأن هذا سيجعلها تخسر الكتلة السنية التي كان ينبغي أن تقودها وتخسر الجماعات الإسلامية التي كانت يعني تعتبر مخزنها الاستراتيجي في مواجهة إيران وأطماع إيران وستخسر أيضا أنظمة حليفة مثل قطر وتركيا وربما تخسر السودان أخطر من ذلك أنها ستخسر مكانتها الدينية في وجدان الناس بهذه الخطوة الذهاب إلى تحالف مع إسرائيل يعني مهما كان مبرره بالنسبة للسعودية هو كالذهاب إلى المقصلة السعودية ليست تركيا وليست مصر يعني ولا حتى قطر يعني بعض العرب يأخذون على أردوغان علاقته بإسرائيل علاقة تركيا بإسرائيل طبعا هذا من باب المماحكة لأنهم لو حاولوا يفهموا الحقيقة كان يفهموها يتجاهلون ان اردوغان ونظام اردوغان ورث العلاقه مع النظام الاسرائيلي ورثها من النظام العلماني السابق. كما يتجاهلون ايضا ان قطع العلاقات مع اسرائيل هو بمثابه دعوه للدبابير للهجوم على تركيا. يعني هم يطالبونه بقطع علاقات مع اسرائيل ولا يدركون ان قطع العلاقات مع اسرائيل قد يؤدي الى تبعات خطيره على النظام وهو في وقت يعني ضعيف يعني في وقت نظام لم يتمكن بعد. والاتراك يدركون تماما انهم يقطنون يعني في وادي الذئاب كما سموه. وتركيا محاطه بالبحر والاعداء كما يقول الاتراك باستمرار، ليس من الحكمه فتح جبهات لا يمكن لا يمكن اغلاقها. والطريف ان اسرائيل تدرك هذه هذه الحقيقه اكثر من العرب. ولذلك تسعى باستمرار الى التخلص من نظام اردوغان باي طريقه. يعني بالرغم من وجود علاقة بين تركيا وإسرائيل إلا أن إسرائيل تدرك تماما أن هذه العلاقات يعني آه ما يعني آه نظام أردوغان مغصوب عليه نظام أردوغان غير مرتاح لهذه العلاقة مع إسرائيل ويتحين الفرصة لإنهائها لكن طبعا في تبعات ولذلك آه لأن إسرائيل تدرك هذا الأمر نتنياهو نفسه يتهم آه تركيا بدعم حماس واتهم ايران كما ان وضع السعوديه مختلف عن وضع قطر ايضا قطر دوله صغيره تعرضت لتهديد وجودي من قبل السعوديه نفسها مرارا ومن قبل الامارات ولذلك فكر القطريون انهم بحاجه لحمايه امريكا ولأن امريكا كانت في 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 جيب السعوديه في في الفتره الماضيه كما يقال أدركت قطر أن أكثر طريق إلى قلب أمريكا هو الكيان الصهيوني فأقاموا معه علاقة شكلية على لم تنتفع منها إسرائيل بشيء يعني شيء كبير لم تنتفع إسرائيل بهذه العلاقة مع قطر بل على العكس إسرائيل تضررت من هذه العلاقة كثيرا لأن قطر استغلت هذه العلاقة في قامت علاقة حقيقية مش شكلية مع المقاومة الفلسطينية دعمت المقاومة الفلسطينية أعادت بناء غزة تدفع رواتب المقاتلين في غزه وكافه اشكال الدعم لغزه موجود، في حين ان اسرائيل لم تستفد الا اعلان اسمها يعني في في قناه الجزيره ربما. دعمت ايضا قطر توجهات الشعوب العربيه للتحرر من الانظمه التي تحمي اسرائيل. اسرائيل صرحت بان الانظمه هذه تحميها. دائما تقول انه ثورات الربيع العربي كانت ثورات يعني تستهدف اجتثاث اسرائيل. وقطر متهمة بتمويل هذه الثورات وبدعم هذه الثورات إذا السعودية ولا ننسى أيضا دور الجزيرة في تكبيد في, في, في إحياء ثقافة المقاومة ضد إسرائيل وفي فضح إسرائيل وأعمالها داخل غزة في حرب 2008 عموما السعودية لا هي قطر ولا هي تركيا ولا هي مصر وضعها مختلف تماما ولذلك إقامة إقامة علاقة مع إسرائيل سيلحق بها أضرار كبيرة أكثر من الضرر الذي لحق بالنظام المصري وبمصر وأكثر من الضرر الذي يلحق بقطر لماذا لأن السعودية تمثل رأس ال التيار الإسلامي في المنطقة الرأس الإسلام السني. السعودية دولة تحرس مقدسات المسلمين أو مقدسات المسلمين. والدولة التي هذه وظيفتها لابد أن لها مكانة دينية. ولا يتفق الجمع بين المكانة الدينية وبين أي تحالف مع إسرائيل أو الإعتراف بها. لأن المسألة مسألة قيمية. ماذا ستقول للناس اين ستذهب بحقوق الناس المظالم الموجوده هذه كيف ستحلها يعني اسرائيل للاسف هي المستفيد الاكبر هي وايران في المنطقه مما يجري للسعوديه والسعوديه هي الخاسر الاكبر كما قلنا اخيرا لا شك ان الـ أزمة حصار قطر ستؤثر سلبا على قضيتنا الوطنية في, اليمن يعني أولا لأنها حرفت يعني قضية القضية الحصار حرفت الصراع من صراع قومي عربي فارسي إلى صراع عربي عربي هذا طبعا سيعزز موقف إيران وذيول إيران في اليمن ذيل إيران في اليمن وفي المنطقة هذا أولاً ثانيا لأن انفتاح دول التحالف على إسرائيل بهذه الصراحة سيضعف الموقف الأخلاقي للشرعية اليمنية في الداخل اليمني نعرف المجتمع اليمني يعني مجتمع حساس تجاه القضية الفلسطينية وحينما يعلم أن حلفاء الشرعية هم أيضا حلفاء إسرائيل هذا سيعزز موقف الانقلابيين في صنعاء وسيخذل المو... يعني الموقف ال... سيضعف الموقف الاخلاقي لل... للمقاومه للشرعيه تحالف السعوديه والامارات مع اسرائيل ضد ايران سيمنح شعارات الحوثيين يعني بعض المصداقيه معنا شعارات كاذبه لكن سيمنحها سيعطي هذه الشعارات مستاقية لدى عامة الناس يعني لك ان تتخيل موقف الجندي في في معسكر الشرعيه وهو يقاتل من اجل قضيته وهي قضيه شريفه ومشروعه الى ابعد حد تخيل موقفه عندما يعلم انه حلفاء اللي بيدعموا لا يتمتعون بالكثير من من الشرف. يعني هذا هذه الاحداث الـ الـ الاخيره في المنطقه العربيه للاسف الشديد ستضعف موقف الشرعيه اليمنيه في معركتها مع الانقلاب. كما ان التحالف العربي يبدو انه غير جاد فعلا في إنهاء الانقلاب هناك كثير من العلامات والمؤشرات تدل على ان دول التحالف ليست جاده في انهاء الانقلاب. لا نريد ان نفصل في هذه المظاهر وفي هذه القرائن الداله على كونهم غير جادين واظن ان كل مواطن يمني يستطيع ان يستنبط بنفسه هذه المظاهر وهذه القرائن. يعني سواء فيما يخص الموقف العسكري في الجبهات والخيانات التي تتعرض لها الشرعيه او في التضييق على المواطن اليمني وعدم اعانته على تدبير اموره والسفر خارج البلاد ويعني التضييق اصبح شديد على ليس فقط على الانقلاب، الانقلاب ليس مضيقا عليه، عصابه الانقلاب بتعيش حياتها بشكل ممتاز جدا داخل صنعاء وفي الاماكن المسيطره عليها. لانها تجبي الاموال اليها وتستفيد من الحصار في استثمارات وفي بناء امبراطوريه ماليه، لكن الذي يتضرر فعلا بهذا التضييق ولا نقول الحصار التضييق على اليمن هم المواطنون العاديون والبسطاء. دول الحصار لم تقدم الى الان شيء حقيقي لانقاذ المواطن اليمني، وافضل حل كان هو اعانه الشرعيه على حسم المعركه بدل من الاطاله. التي لا ندري بالضبط ما الذي يراد منها إلى هنا يبدو أننا قد انتهينا من حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحبه